ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إلى احتمال تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر القادم بسبب أزمة فيروس كورونا. جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر. من جانب آخر، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الصين ارتكبت انتهاكات في هونغ كونغ، مشيرا إلى أن بكين تستخدم شبكة الجيل الخامس للتجسس، فيما حثت الخارجية الصينية وزير الخارجية الأمريكي على التوقف عن الكلمات والأفعال التي تضر بالمصالح الصينية والعلاقات الصينية الأمريكية. على كل حال، نناقش كل ذلك عبر سكايب. ينضم إلينا من نيوجيرسي دكتور جابرييل سوما، عضو المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أهلا بك دكتور جابرييل. مرحبا. نعم، يعني في البداية دعني أبدأ معك بالأهم، وهو احتمالية تأجيل الانتخابات الرئاسية في الداخل الأمريكي إلى ما بعد شهر نوفمبر، والتي ألمح إليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ما يعني دعني أفهم منك مزيد من التفاصيل، هل بالفعل ذلك من الممكن أن يحدث؟ لا، هذا ليس بالإمكان أن يحدث. أولاً لأن الدستور صريح، الدستور يعطي الحق للكونغرس الأمريكي، لمجلس النواب ومجلس الشيوخ، بأن يتخذوا قرارا بتأجيل الانتخابات. الدستور لم يعطي الرئيس هذه الصلاحية. رقم اثنين، الدستور يقول في 20 يناير تنتهي مهلة الرئيس، يعني إذا صار في انتخابات أو ما صار في انتخابات، في 20 يناير الرئيس على الساعة 12 ظهرا الرئيس عليه أن يغادر البيت الأبيض. فإذا لا مجال للرئيس أن يبقى في البيت الأبيض. الساعة 12 السيارة بتكون جاهزة لأخذ الرئيس إلى المطار بحيث يعود إلى الولاية التي جاء منها. فإذا الصلاحيات أولا للكونغرس، هو الذي يقرر في مسألة تأجيل الانتخابات. ثانيا، الرئيس عليه أن يغادر البيت الأبيض في 20 يناير. نعم. طيب دكتور جابرييل، كما تعلم أن دائما ما يكون للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة معينة في الأمور التي يصرح بها أو التي يلمح إليها، هل فيما يتعلق بتأجيل الانتخابات هل هناك خطة ربما بالتوافق مع الكونغرس ومع السياسات أو المؤسسات الأخرى في الداخل الأمريكي أن ذلك من الممكن أن يحدث يعني بالاتفاق؟ إذا الكونغرس راضية بذلك ممكن أن يحدث ذلك، ولكن في الوقت الحاضر لا يوجد علاقات طيبة بين الكونغرس، مجلس النواب والرئيس، ولذلك استبعد أن يتم ذلك. نعم. طيب دعني أتحدث معك في الشق الآخر من هذه القضية، وهو أزمة فيروس كورونا. هل بالفعل من وجهة نظرك، يعني كرأي استشاري دكتور جابرييل، هل يحتاج الداخل الأمريكي إلى تأجيل الانتخابات بسبب هذه الأزمة؟ نو. السبب، لك هلا انا اذهب الى السوق، الى السوبر ماركت لاتسوق على الاقل في الاسبوع مرتين او ثلاثه. نفس الشيء الاولاد يتسوقون. اذا كان بامكان الشخص ان يتسوق في سوبر ماركت في اكثر من 100 150 200 شخص، طالما في الكمامه موجوده هناك، يعني ممكن الواحد أن يذهب إلى صندوق الاقتراع وأن يقف في الصف على أن يكون هناك مسافة، مثلا تباعد اجتماعي، ممكن التصويت. يعني ما في لزوم لتأجيل الانتخابات بسبب الكورونا. لا. الناس، يعني هلأ أنا مبارح كنت على الهايوي، آلاف السيارات على الهايوي، العالم يعني تعود إلى أعمالها تدريجيا، والشعب يعني يريد ان يبدا في اعماله، في تجارته، في جميع هذه الامور. صحيح. الانتخابات ليست مشكله. نعم. طيب دكتور جابرييل، يعني هذه ليست المره الاولى التي يتحدث فيها الرئيس الامريكي عن الانتخابات الرئاسيه القادمه. تقريبا يعني بعد ان عين كرئيس للولايات المتحده الامريكيه، بعدها بعام تقريبا بدا يتحدث عن الانتخابات الامريكيه القادمه. من ماذا يتخوف دونالد ترامب؟ هل يتخوف من الانتخابات القادمه بالفعل؟ هل هناك شيء اخر ربما يقرئه في هذه الانتخابات؟
لا، أعتقد أن الرئيس سوف ينجح في هذه الانتخابات، لأنه معروف عنه أنه رئيس يريد أن يكون رئيساً للولايات المتحدة، يحترم الدستور ويحترم القوانين ويحترم النظام. ما يحصل الآن في الولايات المتحدة من مظاهرات صاخبة يعني تحتمل الحرائق وتقوم بأعمال النهب وتقتل وتسرق، جميع هذه الأمور الشعب الأمريكي لا يريد ذلك، يريد أن يكون هناك رئيسا يحترم النظام. جو بايدن إلى هلا لم ينتقد هؤلاء الذين يقومون بهذه الأعمال، أعمال العنف ضد الشعب الأمريكي المسالم. الأمريكي بطبيعته شخص مسالم، لا يريد أن يرى محله يحرق وأن يرى بيته يحرق وابنه يقتل مثلاً أو يصاب بجروح نتيجة هذه المظاهرات الصاخبة التي تقوم بها أقلية غير مسؤولة. للأسف الشديد الحزب الديمقراطي يدعم هذه الأقلية ولا يعتبر بأن أعمالها هي أعمال مسيئة.